بتحديث جديد شباب. اول ما دخلت على اللوبي شفت لكم هذا المستر ريجر معلم مبسوط وعم يسع وكل شيء يا اخي. خاف ما يقع عليه بيصير معه شيء مشكله معلم. بعدين يروح على مستر ريجر معلم. مستر ريجر اسمه ممكن ريجر والله ما اتذكر شو هو. مو المهم البطريق الجميل اليوم يا طيبين راح ندخل على التحديث نشوف شو في اشياء جديده مجازلي وداخلي وعارف عليكم بلش ندخل الف عيط. هات نشوف معلم اللوبي كما ترون عزيزي الكرام. يا سلام تحديث جديد يا اخي. اللوبي معلم شيء تمام التمام معلم. احلى شيء معلم بالمستر ويجر معلم عن جد شيء باللوز يا جماعه صراحه يعني. اوكي قبل ما نبلش ندخل بمستر ويجر ما ويجر معلم كل الاشياء المعلم مع حواليها كل ما بعضها. وطيبين ركز معي كيف حط لنا لايك بعد رجع اسم الاشتراك اوكي. ولا تنسوا شباب قناه عليكم بلش نكسر الطاوله ولا كيف القناه الثانيه شباب الله يسعد ليكم شباب. رابط تحت بالوصف شباب قناه جديده باللوز اللي ما راح شباب يروح. وشو كمان بلش اوبا هاي شنو شباب شو هذا غوطه دم. هاي شو نسله جديده هاي او باللوز. وشو هذا الفراشة معلم هاي المضرب هاي. يا سلام يا سلام حوض السماء. اوه هاي لازم نجيبها يا جماعه. خلينا نشوف حظنا معلم. اول شيء بدايه معلم بدايه التحديث معلم حرف بلوس اول لفه شباب. نشوف حظنا كيف راح يكون. يا سلام بام حبيبي والله حبيبي والله. لفه الثانيه نشوف ايوه سووني شباب سووني خلينا نبلش. وين كيف في السينماتيك اصبر شوف هوني شوي وينه ما في شيء واقفه معلم. حبيبي القر علقت اللعبه ولا انت في فيديو معلم وينه الظاهر مش حابه تشتغل. المهم خلينا ندخل هيك لنشوف الوضع كيف. اوبا ما تطلع عليها معلم. يا سلام ادخل اضرب اعطينا الاقصي يا ول هات العصا يا زلمه. شوف له العصاي هات اللف اخيره ايوه يا زلمه شو هذا ولو يا ضروري مخلص جدا ما تري اخر لفه يا زلمه. شو دائما باخر لفه يعني تهاني ايمت راح يطلع لي شيء معلم من اللفه الاولى لفه الاولى معلم. يمكن مره صارت معي ولا ما اعرف شيء مرتين ثلاثه الله اعلم بس ولكن قليلات كثيره قليلات ينعدوا على الاصابع. دايم برو اوكي اخذنا هاللفه معلم. هي شو نحطها معلم وش هذا ترقيه بقى ايش هذا نو واحد فقط من توكن جميع السلاح الايفو نو واحد في التوكن. اوه حلوه هي تمام شغله جديده صاير. ندخل على الخزنه يا طيبين حبيبي والله. ندخل على الخزنه معلم يلا على الخزنه. وين الخزنه وين الخزنه وين هي هي اها النزله الجديده عملنا لها لازم نجربها شباب مباشره شباب لانه في شيء جديد شباب جربته بسبب المطورين ما عرفت تذكرتوا في مود جديد شباب اللي هو تبع الجلو منطقة الساحة الجلو معلم. حبيبي والله افتح مستودع يا اخي خلصت بدي ادخل ليش ما بقدر بدخل؟ اي زود جهاز تقوية جدران جلو ايش فيه هذا معلم؟ علد اللعبة لقلقت شباب. ايوه هي دخلنا اللوبي معلم. مستودع اوه هي تغيرت شباب الخريطة شكلها تغير صار غمقت. اوه هاي شنو؟ عم بمشي عليكم عم بيطير على السكور عم بيطير بالهواء شو عم بيصير في السكور شباب؟ عم يتمشى بالهواء الله شوفوا لي معلم والله شيء حلو يا سلام حركتك الخريطه شوفوا الفاكتوري لازم نروح على الفاكتوري يا شباب نروح على الفاكتوري معلم يا سلام الله شوف السكر معنا كيف عم يمشي شباب خلاص شباب قريبا رجع ويل والله شيء حلو شفتوا لحنه بيت الصقر ولا النسر ولا شو طبا حبيبي والله بلوز اوكي هات شوف منزلين واو والله شيء حلو يا سلام يوم هات ندخل نشوف معلم وضع هو اوه والله شيء تمام ها شيء بلوز بلوز اوه معلم سوري يا شباب صار عندي بلوك ماوس الفاره تبعكم وين رايح امشي؟ اقعد اوه شو هالجو الثلجي وما ثلجي يا جماعه صدقوني يا شباب كم درجه حراره عندكم؟ انا عندي شباب اليوم بلش تمطر عنا هون يا جماعه بلش الجو تغير كله فجاه معلم هي اذا بدنا الشتاء شباب خلص يا جماعه بدنا الشتاء شوي شو رايكم؟ خلص يا اذا بدنا الشتاء يا اخي تعبنا من الصيف قولي الله على الثلج شي حلو الفاكتوري كله معلم هون الظاهر
بس المنطقة الفاكتور فيها الشاشي الجميل واللي مستر ويجر معلم طبعا. او لا 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 برو وين بوت 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 على اور شو بوت يا زلمه شاف انه ساكورا اسطوره حبيب والله. فشو ليش هذول الاشياء الحمر هيك صايره هذول الحمر الله اعلم. المهم هون في عنا ثلجات قول لي هو في بيت اقعد وانا داخل صور شباب شديد بسرعه فاكتوري صارت جريبة يا جماعة تحولت جريبة. يا سلام عليك اوه حلو سواني شو اوه حتى هون مسكرة كانت ما كنت بهذيك مرة برفتحي يا سلام هون عم بطلع عليك حلو اوبا تمام تمام حتى الجزء هون المكان هون يتغير شي كتير حلو بدي حبر حبر روح شفنا شي مستودع شوف برا وال وال والله تمام طالع ها تمام التمام بدنا نروح نشوفنا شيء مستودع شوف شكل هالمستودعات بالخريطة الصراحة كمان نستكشف روح لهون على البيك ايه كاميرا ايه الشاشة وين راحت الو ناخذ سيارة ناخذ سيارة شو رايكم وين السيارة وين السيارة يا ول اوه طيارة ليلي معلم سوق لحالك احلى اضافة ضفوة الصراحة حابس اشوف المستودع شو داخل المستودع معلم شو طيب المستودع داخل المستودع ايوه الوضع كيف هون يا سلام احلى شيء طياره هذه الطياره الالي معلم سياره الالي ولا طياره الالي اوبا معكم ليكون هذا معلم ثلج هذا والله في فضاء اوه ما عاد لازم المفتاح والله شيء حلو تمام شوي ناخذ هذا في ناس عم يضربوا بعضهم على الهرم اوبا والله تماما المستودع الجميل بس كنا نفتح يا سلام المرلب ما عاد لازم عن جد شغله حلوه يا معلم ما عاد لازم هذا المفتاح يا زلمه بتم ساعه بندور على المفاتيح ما بنشوفهم بالخريطه يا جماعه بس وراك راح يصير حرب اسطوري هلا الفلوت يا حبيبي الفلوت راح يكون كثير 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 في الخريطه معلم يعني الفايتات راح تكون تمام التمام اوكي حتى سنه بزر اللايك ها سامعكم بوت 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 هلا بوت يا شيخ تعرفوا ليش انا بغلكم ليش رامبيج اللي بيعرف معلم انك حريم بس مش كي شباب انا عندي الليفل تاعي الرانك واقع يعني بطيء صغير كثير مع ناس مبتدئين كثير انت على شو على حسب الرانك اكيد حبيبي والله بدنا نشوف الماكينه هو اللي في واحد اقعد خلينا اسطوره يا جماعه حبيبي والله الماكينه هون على حاله تمام تمام التمام اوكي هون بس ما واحد عم بشتغل فيه لاعب هون الظاهر هون في لاعب يا جماعه بس نشوف وين هذا الجميل هذا بسمع صوت بسمع صوت ها والله اختفى ما اعرف وين راح هذا المنتوف يا جماعه انا انسان متواضع معلم انا بعت الكيم معلم يعني ما بضل عليك يعني بعت الكيم انا يعني سكن يا شباب بعطيهم البويا للشباب يعني حرام على دبخ راح اخذ البويا منهم ما يمشي الحال صح ولا لا؟ بس صح ولا مظبوط؟ طبعا هون كمان صار في تعديلات كمان على الشخصيات مثل ما انتم شايفين هون هاي الشخصيه كثير ما عديت من الشخصيات صار عليها تعديل تمام ونفس الوقت هون معلم نزلت شخصيه جديده تمام هون الشخصيه معلم اوه هون نحمل الشكل تبعها هاي الشخصيه شباب راح نمخمخ فيها على رواق وان شاء الله نعمل لكم اياها بجزء ثاني لهذا الحدث التحديث فهمتوا علي كيف لانه صار في كثير اضافات جديده تمام راح نعمل لكم جزء ثاني لهذا المقطع التحديث ونجرب فيها باقي الاشياء الموجوده يا طيبين اوكي اكتبوا لنا بالتعليقات شباب شو انتم استكشفتوا بهذا التحديث الجميل شو استمتعتوا بهذا المقطع لحبايبنا اتمنى لكم يوم سعيد واكتبوا لنا بالتعليقات شباب شو شفتوا عشان ناخذ تعليقاتكم ونعمل جزء ثاني من هذا الجميل لا تنسوا بزر لايك والاشتراك حبايبنا الله يسعد ليكم مش مشترك اشترك لا تنسوا كمان تشتركوا بالقناه الثانيه يا شباب وبالمناسبه طيبين الف مبروك اللي حصلوا على الجوائز اللي الفاير باس اللي عملناه بالمسابقه اللي فاتت ربحنا 10 اشخاص شيء باللوز وان شاء الله شباب رجع الاسطوريه كي تمام جهزوا لحالكم شوفكم